عن التطورات في السودان بعد زيارة البرهان للقاهرة وجوبة ومحاولة البحث عن حل الأزمة، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي حسن إسماعيل. أستاذ حسن، مرحبا بكم. زيارة إلى جوبة سبقتها زيارة للقاهرة قام بها البرهان، وذلك من أجل إيجاد حل الأزمة في السودان، ولكن هل ترى أن البرهان يعني اختار العاصمتين الصحيحتين إن صح التعبير لكي يحل الأزمة في السودان أستاذ حسن؟ شكرا جزيلا. أنا أفتكر الزيارة مش هدفها هو يعني البحث عن حلول للأزمة، الحلول لهذه الأزمة حلول داخلية وليست خارجية، ولكن ربما تحتاج إلى بعض التماسات الخارجية، بعض التفاهمات الخارجية، باعتبار أنه مصر وجوبة الاثنين عندهم تأثيرات، ومصر عندها تأثيرات في الملف العربي أو في البعد العربي، وجوبة طبعا عندها تأثيرات فيما طرح في ملف الإيجاد قبل شهور من الآن. أظن أن البرهان ناقش مخرجات دول الجوار التي عقدت في مصر، وأيضا ناقش توجهات الإيجاد التي كان قد عقدت في أديس أبابا، ليس بحثا عن حل بقدر ما هو ربما توضيح لبعض الأمور ومناقشة بعض الأمور. ولكن أتفق مع تقريركم وأتفق مع المدخل أنه لا، هذه الأزمة أزمة داخلية، ويجب أن يكون الحل حل داخلي بأيدي قوات الشعب المسلح. أستاذ حسن، إذا كان الحل لابد من أن يأتي عبر تفاهمات من الداخل كما تفضلتم في ذلك، ولكن هناك تصريحات تدعو إلى احتقان الأوضاع أكثر، فما هو الحل برأيكم أستاذ حسن؟ يعني من المهم جدا أن نشرح هذه الأزمة التشريح الصحيح. هذا تمرد، مجموعة عسكرية تمردت على الجيش السوداني، هذه المجموعة العسكرية كانت تشون وتمول حتى رواتب أعضائها من وزارة المالية، من الخزانة بتاعت الدولة، ثم تمردت على الدولة بهدف فرض مشروع سياسي خاص بأفراد معينين. هذه الأزمة بهذا التوصيف يجب أن تحل بواسطة قوات الشعب المسلحة بردع وبسحق وبدحر هذا التمرد. الطاقة والمجهود كله يجب أن ينصب لدحر وسحق هذا التمرد، باعتبار أنه هذا التمرد لا يمثل أي تعقيدات دولية ولا إقليمية ولا كذا، اللهم إلا في ما يخص امتداداته، لكن هو قضية داخلية تخص الدولة السودانية، تخص موضوع الأمن السوداني، تخص موضوع السيادة السودانية، وبالتالي يجب أن تحل داخليا. كلما فتحنا هذه القضية للخارج كلما التهب هذا الجرح وكلما تقيح هذا الجرح. ولكن أستاذ حسن، الاثنان يحتكمان للسلاح وليس للتفاهم، فكيف يجلسان على طاولة واحدة إذا كان هناك عدم فهم لكلا الطرفين لبعضهما؟ يعني إذا تمرد أي سلاح من أسلحة الجيوش الوطنية، تمرد سلاح المدرعات، تمرد سلاح الطيران، تمردت قوات الدعم السريع، لا مجال هنا للتفاوض. التفاوض على ماذا يعني؟ إما أن تعود هذه القوى المتمردة إلى عقلها وإلى طوابها وأن تضع السلاح وأن تخرج من بيوت المواطنين، وإما أن تحارب. يعني ما أنا لا أرى أنه التفاوض فقط يكون على كيفية الاستسلام وكيفية الخروج من بيوت المواطنين ومن المواقع المدنية، المستشفيات، الجامعات، دور الشرطة، غيرها. هذا هو الذي يجب أن يتم التفاوض عليه. هذا تمرد لا يصح يكون عنده مشروع سياسي، وإلا ضاعت الدولة السودانية. لا يصح أن يناقش سياسيا، هذا يمارس عليه كما يحدث في كل الدنيا. يعني إذا تمرد أي فصيل من أي جيش وطني ليس لديه قضية، ليس لديه مشروع، يعني هذه تطلعات وأحلام وصراع بتاع أشخاص من عشيرة معينة يريدوا أن يحققوا طموحات وأحلام وأهداف محدودة على حساب الدولة السودانية وعلى حساب شرعية القوات المسلحة، وبالتالي يجب التعامل معهم خارج قصة المفاوضات. هذه تتم مع منظومات سياسية لديها وجهات نظر سياسية متباينة، الناس يتناقشوا إلى أن يصلوا إلى نقاط التقاء. لكن هذا التمرد تمرد يلق في دماء الناس ويلق في أعراض الناس ويلق في ممتلكات الناس، يجب قطع يده. لا يعني ما في مجال لتعامل آخر، يعني إلى أن يرتدع، إلى أن يتراجع. يعني أستاذ حسن، حميتي في تسجيل صوتي ألقى باللوم على البرهان في بدء الأزمة، لكن اللافت أنه تعهد بإنهاء الحرب، كيف ترى هذا التصريح؟ يعني الذي يستمع إلى التسجيل الأخير لحميتي واضح أنه حتى بعض المفردات لا تخص حميتي. يعني أنا أذهب في اتجاه أنه هذه التقنية معينة أجريت على لسان حميتي، ولكن دعنا نتجاوز هذا
يعني حميتي ابتدى الحرب، وهو في هذه الكلمة نفسها يقول الشيء ونقيضه، يعني لا زال يتوعد القوات المسلحة، لا زال يطالب قوات الشعب المسلحة وضباط وجنود الشعب قوات الشعب المسلحة بالاستسلام أو الهزيمة. وبالتالي يعني هذا الرجل أصلا عنده مشكلة كبيرة جدا في شخصيته وفي خطابه، ليس وحده، كل مجموعة هذا التمرد لديهم عدم وضوح رؤية، لا يعرفون ماذا يريدون. شيء واحد يريدونه هو أن تجلس هذه العشيرة على رأس السلطة في السودان، بعد ذلك يحاولوا أن يبرروا لهذا بشتى السبل وبشتى الأكاذيب. يعني في كلمة هذه في سطر يحاول أن يعد بأنه حيحل هذه الأزمة، وفي السطر الذي يليه يتوعد القوات المسلحة بالهزيمة وبكذا وبكذا. لا تستطيع أن تشتري من حميتي أي كلام يقال على لسانه، لأنه طيلة الأربع سنوات ظل هذا الرجل يقول الشيء ونقيضه، ليس مع البرهان وحده، منذ زمن عمر البشير ومنذ زمن علاقته بالحرية والتغيير كان يتوعدهم باستمرار، وكان يقول عبارات في غاية التندر أنه حيجيب الديمقراطية كضر لخصومه، وكان الديمقراطية هذه مجلبة للمضار ومجلبة للشرور. هذا الشخص طبعا لا يزعف مستواه التعليمي ومستواه المعرفي، هذا رجل أمي طبعا، وبالتالي يعبث بهذه المصطلحات ويعبث بهذه المسميات دون أن يكون هنالك أي عمق حقيقي لما يقول على لسانه ولما يجري على لسانه. أستاذ حسن، هناك حديث عن نية الجيش تسليم 230 أسيرا من الدعم السريع، هناك من يقول إنها بادرة حسن نية من قبل البرهان، بينما يقول البعض الآخر أن البرهان يحاول تجميل صورته أمام المجتمع الدولي، أي الرأيين أنتم معه؟ هذا القرار ليس قرار البرهان، هذا قرار هيئة القيادة العسكرية، والجيش السوداني جيش احترافي وجيش مهني عمره أكثر من 100 سنة وخاض العديد من الحروب. هذه الممارسات الأخلاقية التي تضبط بالقانون الدولي وبالتشريعات الدولية، الجيش السوداني يلتزم بها، يلتزم بالأطر القانونية الخاصة بالتعامل مع الأسرى والجرحى وغيرهم. وحتى اتفاق جدة الجيش السوداني كان قد التزم بما يليه في إخراج جرحى الدعم السريع وإخلاؤهم، ولكن قوبل هذا السلوك من قبل هذه الميليشيا البربرية المتمردة بأنها رفضت أن تخلي جرحى القوات المسلحة. ولكن الجيش السوداني طبعا جيش مهني، تضبط القوانين، تضبط الأعراف الدستورية الداخلية والأخلاقية والدولية، وبالتالي يفهم هذا القرار في هذا الإطار. عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي حسن إسماعيل، شكرا جزيلا لكم.